كم يعني يا مبيع مرض طاح في كرشي هادشي اللي طاح نار عارفه هو العذاب العذاب ما باغيش داك النهار دار ضربني طلع معايا برجلي ضربني الكلوتي كيطلب عزني تاني الكلينيك داروا لي واحد تيو دخلوا لي من نبولة الكلوة فاشلة ليا وتيو ما قديره قال لك من حيدولك حتى تي ولدي صافي خلص هذاك الكلينيك واقفين مع الال ديالو دارهم ما كل واحد اش كيقول لي ما بغونيش ندخل تما اش كيقول لي كتخرج تاكل عشرات تفش لي الكلوه كل واحد اش كيقول لي والو قال لك ما تحمليش هادشي اللي كاين ولد عنده 11 عام ولد واحد اللي عندنا عنده 11 عام قال لك ما تحمليش انا بغيت نحيدو قال لك ما يمكنش تحيدي ما يمكنش قال لك تموتي انت وهي جدار الجريمه صافي دار لي داكشي داني درت داكشي اللي درته في الكلينيك خلص المصحه خرجني جايبني في الطريق بالعاني باش تجي لي في كرشي طايح ديك الطوموبيل كطلع في الحفاري طلعت للسموطافات انا شاده خارجه من الكلينيك شاده كرشي ونغوت كقولها بشويه لاحني في دارنا بقى عندو التليفون ديالي ما عطاهش لي خدا لي داك النهار العائله تعيط وداكشي كيبغيو يسولوا عليا خدا لي داك النهار التليفون صافي لاحني الدواء ما خدا لي الدواء واحد جوج دوايات محيد لهم لومبالاج ما عرفتش الوقيته معاش غنشرب الدواء واش الصباح ولا عشيه ولا هذا صيفطوا لي مع واحد اللي ما كنعرفو ما يعرفنا في دار والديا صافي بقى ما كيجي عندي ما حتى حاجه ما كيشوفني ما والدك يا لوحتي حتى لدابا العيد باركه مع الوالده مرضات بكورونا ما قدرتش نمشي عندها راه موراقي راهي في الدار قلت انا يا مني هي مرضت عطيت لوالدي التليفون انا ما عالم على حتى حاجه قلت لي قول باباك راه حنا غنطلعوا المحمديه صافي عيط لي قال لي بابا حنا راه غنمشيو للمحمديه باش زعما يجيب لينا الحولين هنايا قال لي وليدي قال لي محمديه راني ما كاين فيها والو راه ما غتلقى حتى حاجه ما كاين حتى حاجه صافي انا قلت وقلعت تفلا ديك الساعه شديت الطريق جيت بغيت نحل الباب ما كاينش الباب والو دير لي باب الحديد ودير لي الساروت مبدل لي دير باب الحديد قاعد عاد باب دير العود هو سلع عندي الساروت ديالو هو الحمانه ما بغى له هو لا حتى شي حد كلشي كيقول لك ما عندنا ما نديرو بها خدام مصور صحافي عنده استوديو ديالو المحل ديالو كيصور في الاعراس كيصور في المناسبات مطلق جوج مرات انا الزوجه الثالثه انا هي الثالثه اللي غير تعدى عليا الاولى دوز معها عامين الثانيه 3 شهور انا 11 عام انا 11 عام ديال العذاب الا ما كيضربنيش اول مره صافي مشيت عند الجندار داروا لي المحضر خرجوا معايا دخلت للدار صافي حنا ساكنين في خلو القيفار طلعت ناخذ قرعه ديال الماء ديك الطلعه اللي طلعت هبط لقيتو ثاني دار لي الباب اللي دار لي السدور سدوا ليا صافي دابا ما عرفتش انا فين غنمشي ما عنديش فين غنمشي يا بغيت ندخل على داري من حقي راه جدارمي قالوا لي دخلي من حقي ندخل ومريضه ماشي صحيحه ما عرفتش دار الوالده بغيت نمشي عيانه فيها كورونا ما قديتش نمشي ولدي مخليها عند واحد الناس معيد عندهم تمن الحولي ديال العيد كان جايب حولي كبير موري لينا وضاحكين ولاعبين مني جاب الحولي جايب واحد الجرتيله صغير وماشي داكشي اللي مولف هو يجيب راه ما لقيتش فلوس راني مشيت بعته ب 20000 ريال السيده كاينه اللي بعته ليها باش نقضي ما عنديش المشاكل تحملت كيكون صداع ولكن ماشي بحال دابا بغيت شي جمعية توقف معايا ولا شي عندي وقف معايا انت الا بغيت طلقني حط ليا واجباتي وطلقني ماشي دير ليا حوايجي ودير ليا كلشي وقشقشني هادشي اللي بغيت انا هادشي ما بغيش الله ديال اختي شاريه معايا ماشي شفرهم هو ما الله وعلم واش عالم ولا ما عالمش هو جاب ثلاثه معاه اللي هزوا الفريش دابا هو ملي بغيتي تاخذ فريشك عيط ليا وقول لي جي اختي حنا غادي نديرو الطلاق جي هزي داكشي اللي بغيتي هزي حوايجاتك ما تلبسي وخرجي نخرج ليه
ديك الساعه اللي داروا المخزن حنا معاه باش هو يجيب ثلاثه قشقشوا لي الدار. لا هادي ما قبلتهاش انايا، كلشي ما خلى لي حتى حاجه، كلشي كلشي وحوايجي كتجيبهم لي اختي من برا من الكويت، هي اللي كتكسيني لي كلشي تواب هاني تحويجها هي كاينين هنايا، كلشي حتى هي فلوسها كاينين في مخده ديال اللي كنعس عليها. تعدى علي الله ياخذ فيه الحق، دعيت الله دعيت الله في الليلة هادي. انا بغيت ندخل لداري، ما باغي العيد، لو انا مسامحني في العيد ما بغيتوش، بغيت انا ندخل اختي على الدار دابا، انا هو دار اللي بغيت. جا دار ميا تخرجوا معايا، قال لك الدار من حقك تدخلي تبركي فيها. لا ما كيجاوبش عليا انايا، مع والدي النداء ديالي شي حد التفت ليا، هاد السيد طاغي وكيتعنب في الخدمه ديالو، وهادشي اللي انا ما عرفتش ليا شنو غادي ندير، ما عرفتش. انا 11 عام وانا مزوجه بيه، و5 سنين وانا ساكنه في دارنا، وهو كيجيب الفلوس للدار هادي.